لا شويه بشويه غيبدا يبان لنا الكفراج كيطلع ديال الحديد. ها هو اللي من بدا تيبان ليا في الفيديو القادم غادي نحاولوا اننا نركزوا عليه. هذاك الحديد ديال الفوال الجانبي ما غدا بالموازات هنا تيخدموا تيخدموا الكومباكتاج ديال التوفنه طبقات ديال الارض باش تولي في هذا المستوى هذا اللي على اليمين. الجهه الاخرى لا ميم شوز راه دايزين واحد القوات كبار ديال المات الشتاء ديال تصريف المياه الامطار بالموازات معاهم تيصوبوا دوك الضالويات باش غير غادي يوصلوا لذاك النيفو غادي يبداو يحطوا الطبقات مباشرة فوق الضالو إن شاء الله والطريق تولي مباشرة. حتى هنا قدامنا كاين واحد الضالو البلاصة اللي داز منها الكار اللي دار منها كاين واحد الضالو تا هو راه قول البارح فاش دزت لقيتهم يعني تقريبا وصلوا للمستوى ديال الارض. ها هو الخشب واحد الخشب تيبان لكم في الجانب هذاك هو ديالو هذاك الكفراج. وهنا كي تشوفوا معنا راه هما بداو تيحطوا طبقات ديال الزفت. هذا لابوراتوار تيجي تيراقب لابوراتوار خاص ديال الطرقان. هما هنا كيما تشوفوا معنا راه بداو تيحطوا لا شوسي قارعه الطريق. تنظن الله اعلم من دابا واحد شهرين ثلاثه اشهر تكون الاشغال شرفت على اللي مشاو بهاد الوتيره هادي. في الاول كان واحد لو ديكالاج ولكن من بعد صافي الحمد لله تسرحات الامور ولات الخدمه واحد الوتيره مزيانه. دابا حنا غندوزو في الطريق الوطنيه رقم 6 اللي
نديرو السينيال ديالنا. الطريق الوطنيه رقم 6 على اليمن، الا مشينا على اليمن كاين مشروع ديال تقويه الطريق، راه عاودوا لها تيعاودوا لها القريعه ديال الطريق، ولكن ما فيهاش التثنيه، في حين ان هذا الجزء هذا اللي غندوزو دابا منه راه هو اللي استفاد من التثنيه ديالو، وبداو تحطوا داك الرصيف المركزي كيكون في وسط الطريق هذاك دائما فاش كيكون فهو يعلن على على ان ان شاء الله تعالى غادي تكون العمليه ديال الكهرباء الاناره. انتما كتشوف دابا ولات هذه الطريقه هذه بحال اون فو اكسبريس، بحال طريقه نقدروا نسميوها طريقه سريع اون فو اكسبريس، كتكون السرعه ديالها 80. هذه راه ماشي الخدمه النهائيه طبعا، هذا راه مازال عندهم الخدمه عاد باش يتقادو هاد الجنابات هادو. وفي الج وفي ليك وفي اقصى اليمين كتكون ديك البلاصه اللي كيمشي فيها الماء الشتا، كطيح فيها الماء الشتا كيمشي. هنايا راه هما خدموا هاد الجزء هذا، المعالم ديال المشروع بدات تبان. دابا تنطلعوا ل ليطاب سويفونت، المرحله المقبله. هنايا راه التروطوار كيدوبلوه، كيديروا جوج ديال لي كوش، جوج ديال الصفوفه ديال هذا. و الى مشينا نيشان غادي نمشيو لديك الطريق اللي كدير الحاج قدور، راه هي حتى هي استفدت سالفا من الاناره ومن التثنيه. دابا ان شاء الله تعالى غادي تبدا الخدمه في هذه البلاصه هذه. غادي تبان لنا الخدمه وصلت لهنايا ان شاء الله، وراه الخدمه مازال جايه عاوتاني من جايه من الليمونه اللي عندنا لهنا. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.